السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله الفيديو ده هيكون عن الـ Compatibility Equations والـ Equilibrium Equations. زي ما واضح كده، المسألة اللي قدامي دي عايزني أحلها، فهي ببساطة هي تطبيق عن موضوع الـ Compatibility والـ Equilibrium. إيه Compatibility وإيه الـ Equilibrium؟ ببساطة خالص، لو أنا ساند القلم ده كده بإيدي، فلو أنا ركز هنا بإيدي كده، الحمل من هنا هينتقل هنا، فبالتالي بقول ان سيجما فورسز على المساله، او المفروض ان الحمل اللي هنا هينتقل لهنا، فالمفروض ان سيجما فورسز الراسيه مثلا صفر. يبقى انا كده حققت الاتزان، ان المساله ما بتتحركش اهيت، كده المساله ثابته. يعني كده ان الاحمال اللي نازله من فوق هي هي الاحمال اللي جايه من تحت، فالمساله ثابته ما بتتحركش. يبقى كده انا حققت الايكوليبريم. الكومباتيبلتي ببساطه، لو انا ضغطت بايدي من هنا مثلا، الايدي دي ضغطت 2 سم على القلم، فلازم القلم ينزل 2 سم، يعني مفيش فقد في الديفورميشن. يعني الديفورميشن اللي هتنقله ايدي للقلم هو نفس الديفورميشنز اللي موجوده في ايدي والقلم في نفس الوقت، دي الكومباتيبلتي. طيب ليه بقى بدخل الكومباتيبلتي والايكوليبريم مع بعض؟ دي حاجه بنستخدمها عشان نحل المسائل الاندترمن. لو انا بفكر ان معادلات الاتزان هما سيجما اكس وسيجما واي وسيجما المومنت، فلو كان معادلات الايكوليبريم مش انف، يعني مش كافيين لحل المساله، فكانت عدد المجاهيل اكتر، فبلجأ لمعادلات الكومباتيبلتي بدخلها معايا مع معادلات الاتزان، بحيث ان يبقى عندي مجموع المعادلات هو نفسه مجموع المجاهيل. ففكره ان انا ادخل الكومباتيبلتي ايكويشن مع الايكوليبريم هي فكره ان انا اجيب معادلات كفايه لعدد المجاهيل اللي عندي. فدي يعتبر اول فكره بنتكلم فيها عن ازاي احل ستراكشر ان ديترمنت. فلو بصيت للمساله ديت، عندي الرود ده يعتبر ريجيد بور. الريجيد بور ده انا ربطه من هنا بستيل، باتنين رود ستيل على الاطراف ورود المونيوم في النص. فالمفروض لو جيت فكرت في الانون اللي عندي، هلاقي ان انا عندي هنا، لو جيت ارسم الانون فورسز، هلاقي عندي هنا 500 كيلو جرام. ال 500 دول هيرد عليهم الثلاثه فورسز من فوق هنا، اف 1 اف 2 اف 3. طيب في البدايه كده انا هتكلم ان جنرال، انا عندي كام مجهول؟ 1 2 3. وعندي كام معادلة اتزان؟ عندي 3 معادلات اتزان، ولا أقول معادلتين اتزان؟ الصح هنا إن أنا أعد معادلات الاتزان اللي عندي بالمعقول. يعني أنا معادلات الاتزان اللي عندي سيجما إكس، سيجما واي، سيجما المومنت. كويس جدا. هل في أي فورس في اتجاه إكس هنا؟ مفيش أي فورس في اتجاه إكس، يبقى أنت ما عندكش غير معادلتين اتزان بس. المعادلة التالتة دي ملهاش وجود، بسبب إن مفيش وجود هنا لفورسز في اتجاه إكس. فلما نشيل المعادله بتاعت الفورس في اتجاه اكس، هنشيل كمان الفورس في اتجاه اكس هنا مش موجود اصلا عندي. فبالتالي يبقى عدد المعادلات اللي عندي هما معادلتين بس. تعال نكتبهم كلهم، هما المفروض سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما المومنت عند اي نقطه. المعادله دي ملهاش لازمه، مش هستخدمها، مفيش اي حاجه هتعملها لي في المساله، مفيش اي فورس في اتجاه اكس، فالمعادله دي تعتبر هتكون مش موجوده معايا في المعادلات، فما تتعدش معايا معادله. يبقى المعادلات اللي عندي هم سيجما الاف واي وسيجما المومنت. طب هم كام بقى؟ انون عندي 3 انون، فبالتالي محتاج معادله تاني اللي هي هتبقى معادله الكومباتيبلتي. طيب تعال نفكر بس ازاي نجيب معادله الكومباتيبلتي، او قبل معادله الكومباتيبلتي تعال نستخدم المعادلات دي على اساس ان هم ندخل فيهم الثلاثة قانون اللي عندي اللي هم F1 و F2 و F3. بالمناسبة دي بنقول عليها once statically indeterminate، يعني يعتبر في reaction زيادة على المعادلات اللي عندي. دي المعادلة 1 ودي المعادلة 2. طيب هو أنا هنا أقدر أستفيد بمعادلة من المعادلات اللي عندي هنا؟ أقدر أستفيد بمعادلة المومنت. لو النقطة اللي في النص دي نقطة O، ولو كانت المسافات دي مسافات متساوية، وليكن دي عندي مثلا، هناخد المسافة دي 20 سنتي والمسافه دي 20 سنتي، فلو دي مسافات متساويه لازم الفورس دي تبقى زي الفورس دي، عشان سيجما المومنت عند او تكون بتساوي زيرو. فاول معادله هستخدمها ان سيجما المومنت عند او بتساوي زيرو، فبالتالي يبقى عندي هنا 20 سنتي في اف 1 بيساوي 20 سنتي في اف 3. يعني سيجما المومنت عند النقطه دي هتروح اف 2 في 500 مش تبقى معايا، فمن هنا استنتج ان اف 1 بتساوي اف 3. فانا ممكن كده قبل ما ابدا المساله خالص اشيل من هنا اف 3 واخليها اف 1. يبقى كده انا استخدمت المعادله دي خلاص، فما بقاش ليها وجود عندي. طب اصبح عندي معادله اتزان واحده اللي هي سيجما اف واي. فلو جيت استخدم سيجما اف واي بتساوي 0،
هلاقي ان عندي اف واحد اتنين منها، واحدة هنا واحدة هنا، زائد اتنين وزائد اف اتنين اللي هي في النص بتساوي 500 كيلو جرام. كده دي المعادلة الاولانية في مجهولين اف واحد واف اتنين، وكده تكون انتهت معادلات الاتزان. ما عنديش اي معادلات تاني اتزان استخدمها، معادلة سيجما اكس طلع ملهاش لازمة، معادلة سيجما واي قدرت اربط المعادلة دي بيها، معادلة المومنت قدرت اقول ان اف واحد بيساوي اف تلاتة. فبالتالي كده محتاج معادلة كمان. هنا بقى تيجي دور الكومباتيبلتي اللي بتضيف لي معادلة جديدة في المسألة. المسألة دي بسبب التماثل بيحصل حاجة منطقية جدا، ان الرد ده بيكون مكانه هنا، بعد شوية بيتحرك يجي هنا. بسبب التماثل الرد هينزل نفس الدلتا هنا ونفس الدلتا هنا ونفس الدلتا في النص. فلو نزل من هنا دلتا واحد هيكون نزل من هنا دلتا اتنين، هيكون من نزل من هنا دلتا واحد باعتبار ان الفورسز عندي زي بعض. فالمفروض ان الدلتا اللي نزلها هنا هي نفس الدلتا اللي نزلها هنا. ده بسبب ان انا حاطط هنا اريا، يعني دي الاريا هنا، انا حاطط الرود ده ليه اريا ايه وده ليه اريا ايه، وده ستير وده ستير، وبسبب التماثل هينزل نفس الدلتا. فبالتالي هنقول ان دلتا واحد بتساوي دلتا اتنين. في المسألة هو قال لي ان الاريا بواحد سنتي والاي اس ب 2250 والاي اي الالومنيوم سي 750. فالباور اللي عندي هنا هقول يبقى اذا دلتا واحد، في قانون للدلتا اللي هو بتاع الرود، هنقول ان الفورس في ال ال على الاي في الاي، ده القانون اللي احنا دايما هنستخدمه في الكومباتيبلتي. الدلتا واحد هو الاليمنت الاولاني او الرود الاولاني، الفورس فيه واحد، يبقى اف واحد في الطول اللي هو فيه، هما نفس الطول على فكرة، هيبقى الطول ده هناخده 20 سنتي. ف ال L دي عندي هنسميها L، مش مشكلة، كده كده هتطير، على ال E اللي عندي اللي هو E steel مضروب في ال area A، هيساوي F2 في نفس الطول على ال E اللي عنده هو E هنا aluminium مضروبة في 2 الاريا. هنختصر دي مع بعض. العلاقة ما بين دي ودي هتديني ان اي ستيل بيساوي 3 مرات الاي الومنيوم، يعني 750 لو ضربناها في 3 تديني دي. فانا هنا ممكن استخدم العلاقة دي ريليشن دي، اشيل الاريا ستيل واحطها ب 3 اي اي، فيبقى اف 1 نشيل بقى ال مع ال على 3 اي اي في الاريا، F2 خلي ال L رجعها تاني، هنشيلهم بقى كلهم دلوقتي، 2A. أو كنت ممكن أحط ال ES وال EL اللي هم مدهم في المسألة هنا، وال area بواحد سنتي، بس أنا هنا عشان أقدر أشرب الدنيا مع بعض، فدي مع دي مع دي مع دي مع دي مع دي، هيبقى إن F1 هيساوي 1.5 F2، تطلع 1.5 F2. دي المعادلة رقم 2. فعرفت أجيب معادلة، عندي معادلة في F1 و F2 ومعادلة تاني في F1 و F2، نحل الاثنين دول مع بعض نجيب F1 و F2. لو خدنا F1 عوضنا بيها فوق هنا، فيبقى 3 F1 زائد F2، ناخد F1 بدلت F2 يبقى دي 3 F2 زائد F2 يطلع بيساوي 500. فمن هنا F2 هيطلع ب 125، ومنه اجيب اف 1 اللي هو 1.5 اف 2، فيطلع ده 178.5 كيلو جرام. فكده عرفت اجيب اف 1 و اف 2. طيب عايز بقى اجيب الدلتا في كل روت، عندي القانون دلتا 1 هتساوي اف 1 في ال على الاي اللي عندي اللي هو اي ستيل مضروب في الاريا اللي هي بواحد سنتي. هعوض بالارقام اللي عندي، هيطلع لي ان دلتا واحد بتساوي دلتا اتنين ب 4.1 سنتيمتر. فكده عرفت اجيب كل رد نزل قد ايه، ده نزل 4.1 سنتي وده نزل 4.1 سنتي. طيب لو جيت بقى حبيت فكرة تاني في المسألة دي، وحبيت اقول لو المسألة اختلفت، يعني ايه اختلفت؟ ما بقتش متماثلة، ايه اللي يحصل في المسألة؟ تعال نشوف مع بعض انا اقصد ايه. اقصد لو انا جيت قلت ان الاريا دي 2 اريا والستيل ده ما بقاش موجود، فانا حاطط الرود ده الومنيوم، فده الومنيوم وده الومنيوم وده ستيل، يا ترى المساله ايه اللي هيتغير فيها وايه اللي هيختلف عندي؟
تعال نشوف مع بعض. انا سبت دول ليه؟ عشان تقريبا انا هستفيد بيهم تاني برضو نفس الفكرة، هيبقى عندي فرصة 1 2 3 وال500 في النص. لو جيت برضو طبقت معادلة الاتزان هنا، يبقى لازم الفرصة دي تبقى اف واحد ودي اف واحد عشان يبقى سيجما المومنت هنا بصفر. فبالتالي انا لحد الفورسز، معادلات الفورسز اللي هما الاتزان بتوع المسألة العادية اللي عملناهم سيجما المومنت وسيجما واي، هيبقوا هما مش هيختلفوا، لان انا هنا انا غيرت الماتيريال فمفيش تأثير على الفورسز، فلحد الحتة دي مفيش اي مشكلة. ايه بقى اللي يحصل للرد لما الماتيريال تبقى مختلفة متبقاش متماثلة؟ الحقيقي هو المفروض اللي يحصل ان ده ستيل، فده المفروض ان هو قوي شوية عن الالومنيوم، فمفروض ان البار ده هيحصل له ميل كده بالشكل ده. فهنا ال 500 اهيت، فمفروض ان هنا لو كان ده بداية التحميل لسه ما حملتش، المفروض ان هتحصل هنا دلتا 1 غير دلتا 2 غير دلتا 3، وده منطقي جدا لاني هنا عندي الناحيه دي المونيوم، فالالمونيوم اضعف شويه، فهيحصل ان الدلتات هتختلف بس الفورسز توزيعها هيبقى واحد. من هنا اقدر اقول ان دلتا 2 هتساوي دلتا 1 زائد دلتا 3 على الاثنين، فيبقى هنا دلتا 1 ناقص 2 دلتا 2 زائد دلتا 3 بيساوي صفر. دي المعادله الثانيه اللي هتكون في اف 1 و اف 2. طيب ناخد بقى دلتا 1 نعوض بيها. انا عندي هنا الرود ده الستيل بي اريا، يبقى هنا اف 1 في ال على الاي ستيل مضروبه في الاريا ناقص 2 اف 2 في نفس الطول على الرود ده المونيوم، يبقى دي اي المونيوم في 2 اريا زائد الاف 3 اللي هي عندي هنا في ال ال على الاي اللي عندي هناك ده اي المونيوم والمساحه بتاعته 2 اريا، الكلام ده كله بيساوي صفر. ولو جيت استفيد بالعلاقه اللي انا قلتها ان اريا ستيل بيساوي 3 اي اي، فاقدر اجيب من هنا اريا ستيل واخليه 3 اي 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 المونيوم. فكده في حاجات كتير عندي هتتشكل، كل ال ال مع ال ال مع ال ال، والاريا مع الاريا مع الاريا، والالومنيوم مع الالومنيوم مع الالومنيوم. ولو جيت بقى هنا في حاجه هنا انا ما ظبطتهاش، ان ناخد بالنا ان الفورس اللي في الثالث في عند دلتا 3 هي اف 1 مش اف 3 هنا، انا بس كتبت 3 عشان هنا الدلتا دي كان اسمها دلتا 3. طيب يبقى اذا لو جيت اجمع من هنا يبقى عندي تلت ومن هنا نص، يبقى دي تطلع 5 على 6 اف 1 ناقص من هنا 2 برضو مع الاثنين ناقص اف 2 بيساوي صفر. دي المعادله الثانيه. هنحل المعادله دي مع المعادله دي، هيطلع لي ان عندي الفورس اف 1 واف 2 بالارقام اللي انا هقولها دلوقتي، تطلع دي ب 147 كيلو جرام، وتطلع اف 1 176.47 كيلو جرام. بعد ما عرفت الفورسز فبالتالي اقدر بقى اجيب دلتا 1 اف 1 ال 1 على اريا ستيل في الاريا اللي عندي. الاريا اللي عندي هو مدهاني بواحد سنتي، يعني الـ A 1 سنتيمتر سكوير، هيطلع لي دلتا 1 هنا ب 3.92 سنتي، دلتا 2 هتطلع ب 4.9 سنتي، دلتا 3 تطلع ب 5.88 سنتي. ففعلا كده بعد ما خلصت المسألة بالفرض اللي أنا فرضته، فعلا هنا 3.92 4.9 5.8، وعايز اتاكد ان انا حالل مظبوط، خد دي زائد دي على الاثنين تطلع لك 4.9 في النص. كده تكون اتحلت المساله، وكده تكون انتهينا من الفكرتين دول، فكره الرود اللي متعلق فيهم ريجيد بور. لو غيرنا البروبرز بتاعت الثلاثه هيكون بنفس الفكره. الفكره هنا ان هو عشان ريجيد بور فلف زي ما هو او نزل زي ما هو، ده عشان قلنا ريجيد، لو دي ما كانتش ريجيد ما كانش هينفع الكلام ده خالص، لازم افترض ان الحل ده ريجيد بور. ونشوف مع بعض مثال تاني. قبل ما نشوف مع بعض مثال تاني بس في حاجه كده، انا كنت قايل هنا المطلوب في المساله دي الاستريس في كل واير، فانا المفروض ان عندي الاستريس اللي في الواير هيساوي الفورس اللي في الواير على الاريا. فلو انا بتكلم على الكيس الثانيه، احنا هناخد مثلا استريس في الواير الاولاني والفورس اللي كانت في الواير الاولاني في الكيس التانية اللي هي كانت عندنا ب 176، يبقى الواير الاولاني على الاريا بتاعت الواير الاولاني دي 176.88
47، الورقة الأولانية قريته بواحد، يبقى إذا الاستريس اللي فيها يبقى 176.41 طن على السنتيمتر سكويرد، وهكذا نقدر نجيب كل الاستريسز اللي في كل الواير، لأن أنا دلوقتي عندي كل واير بقى فيه فورس قد إيه، هقسمه على الأريا بتاعته أجيب الاستريس. فدي حتة أنا حبيت أقولها قبل ما ننتقل للمسألة التانية. شوف مع بعض المثال ده، عندي هنا 3 رود، المرة دي أنا حاطط الرودز، حاطط 2 مايلين، حاطط ده ستيل بأريا، وحاطط بقى ألمونيوم بـ2 أريا، وده ستيل بـ2 أريا. المفروض إن أنا بزق بـ500 كيلوجرام كده، فالمفروض إن بيحصل عندي هنا دلتا في المسألة بالشكل ده، فعايزين برضو نطبق المعادلات الاتزان بتاعتي. طيب عشان بقى احل مسألة زي دي، المفروض ان انا لما بضغط بدلتا كده المفروض اكون متنبئ اصلا الفورسز عاملة ازاي. فانا لما ازق الممبر ده بدلتا كده المفروض ان هو هيبقى فيه كومبريشن، فالمفروض ان هو هيحاول يرد عليا بفورس عاملة كده، هنسميها F3. نفس الكلام برضو الممبر ده هيحاول يرد بكومبريشن على الدلتا اللي انا بعملها كده، فده هيكون فيه F2. ده اكيد لما انا احرك دلتا كده هيكون مشدود لتحت كده بالقيمة دي اللي هي هتبقى F1. مهم جدا في الحالة دي ان انا افرض الاتجاهات دي مظبوطة، لان على اساس الاتجاهات دي انا هعمل الكومباتيبلتي، هقول ان النقطة دي اتحركت كده، فده انضغط وده انضغط وده اتشد، فده مهم جدا ان افرض الاسهم دي مظبوطة في الاول. طيب معادلات الاتزان اللي عندي المرة دي بقى، معادلات الاتزان اللي عندي هتكون كالاتي. احنا قلنا عندنا سيجما اكس، المرة دي سيجما اكس هنستخدمها، فدي سيجما اكس هنستخدمها بيساوي زيرو، وعندي سيجما واي هستخدمها بيساوي زيرو، وعندي معادلة المومنت هستخدمها، لا مش هستخدمها لان كل الفورسز هنا بتتلاقى في نقطة واحدة، فبالتالي معادلة المومنت ملهاش وجود. طيب هما كام مجهول عندي؟ هما 3 مجاهيل، وانا عندي معادلتين اتزان بس اللي هما سيجما اكس وسيجما واي، يبقى بالتالي محتاج معادلة زيادة اللي هي معادلة الكومباتيبلتي. طيب دي نفس مسألة التراس بالظبط، لأن أنا عندي في التراس دايما ما بستخدمش معادلة المومنت، بستخدم سيجما الفورس اكس وسيجما الفورس واي. طيب لو أنا جيت خدت هنا الزاوية سيتا هنا مع الأفقي، فبالتالي هيبقى الساين بتاع سيتا هنا هيساوي ال 0.8، والكوزين سيتا هيبقى ب 0.6. يبقى بالتالي لو من سيجما الفورسز في اتجاه اكس، يبقى عندي هنا F1 مضروبة في الكوزاين اللي هي 0.6، يبقى 0.6 F1 زائد 0.6 F2 زائد F3 كده، كل ده أكني حللت الفورس دي كلها في اتجاه اكس هتتدسم مع ال 500، يبقى دي المعادلة رقم 1. المعادلة بتاعت واي هناخد ده مع ده، ده طالع في واي وده نازل، يبقى المفروض ان هنا وهما ليهم نفس الزاوية، فالمفروض ان احنا هنحللهم بالساين، فالمفروض ان احنا هنقول 0.8 F1 بتساوي 0.8 F2، يعني كأن F1 هنا بتساوي F2، دي المعادلة رقم 2. المعادلة رقم 3 هنا عشان نعملها بقى لازم نعمل الكومباتيبلتي. أنا هفترض إن النقطة اتحركت دلتا، فبالتالي الرود اللي كان عامل كده أهو بعد شوية هيطول يجي لحد هنا. الدلتا دي هي الدلتا اللي حصلت في الممبر اللي أنا مسميه 3، فدي دلتا 3. لو نزلت من هنا عمودي كده يبقى دي الدلتا اللي حصلت في الممبر اللي هو مايل كده اللي هي دلتا 1، وقلنا بناخد سيتا مع الافقي، فبالتالي العلاقة هنا هتكون من المثلث ده كده، ده الوتر بتاع المثلث ودي الزاوية سيتا، فالمفروض ان انا دلتا 3 لو ضربتها في كوزاين سيتا هتطلع لي بدلتا 1. كوزاين سيتا قلنا 0.6، يبقى 0.6 في دلتا 3، دلتا 3 اللي هي اف 3 في الطول دوت، الطول ده هو 1.5 بتاع اف 3 على 3، هنا ده عندي ستيل ب2 اريا، اما دلتا 1 هو الرود المايل هنا دوت، الفورس اللي فيه اف 1، طوله هنا هيكون 2.5 من المثلث، 1.5 2 الدياجونال هيكون 2.5 على الاريا هنا اللي عندي اللي هي برضو اريا ستيل بس هنا مضروبه في الاي. هنحاول نختصر الدنيا دي مع بعض كده، هتطلع لي علاقة ما بين F1 و F3، فتطلع هنا من هنا تطلع 2.5 F1، لو ادينا دي الناحية التانية هتطلع 0.45 F3 تساوي 0، دي المعادلة رقم 3. هحل الـ3 معادلات مع بعض، هجيب F1 و F2 و F3.
طيب هنعملهم ازاي بقى الثلاث معادلات دول مع بعض؟ هنا هناخد اف 1 بدلالة اف 3 نعوض بيها هنا في المعادلة دي، وناخد المعادلة دي اف 2 بدلالة اف 1 نعوض بيها هنا، فبقت المعادلة الأولانية كلها بدلالة اف 1. نجيب من المعادلة دي اف 1 على طول، هيطلع لي اف 1 هنا ب 74 كيلو جرام، اف 2 احنا قلنا ان هو بيساوي هيطلع برضه 74 كيلو جرام، اف 3 هيطلع ب 411 كيلو جرام. طبعا الممبر ده الاولاني تنشن عشان فرضته تنشن طلع اشارته بوزيتيف، ده كومبريشن عشان برضه طلعت اشارته بوزيتيف، وده كومبريشن عشان طلعت اشارته في البوزيتيف. لحد كده اكون قدرت اخلص المساله. طبعا هو هنا عايز الاستريس، فلو عايز الاستريس في واحد انا عندي الاريا بتاعت واحد 1 سنتي، والفورس اللي في واحد هو هيبقى 74، فبالتالي الاستريس هنا هيبقى 74 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، وهكذا اقدر اجيب استريس 2 واستريس 3. كل بقى فورس اقسمها على الاريا اللي فيها اجيب الاستريس اللي في الرود. نشوف مع بعض المثال ده. هنا مديني 3 رود، ال 3 رود دول هنا محطوطين بالكونفيجريشن المحطوط ده كده، بحيث ان ده 1.5 سنتي و2 سنتي وضابط بيه 400. برضه هنا لو جيت فكرت في المساله دي وجيت استفدت من التماثل، فبسبب التماثل هنا هيبقى هنا في فورس بيترد كده، دي اف 1 ودي اف 1 ودي الرد هيبقى عليه اف 2. طيب من المعادلات الاتزان اللي عندي بقى، انا المعادلات الاتزان اوريدي انا استخدمت سيجما اكس ان اثبت ان ده اف 1 وده اف 1 اللي هي بتاعت التماثل، فدي اللي انا استفدت بيها خلاص سيجما اكس ان انا قلت ده اف 1 وده اف 1. انا مسالتي هنا هتبقى معادلتين في مجهولين، المعادلتين هما سيجما واي ومعادله الكومباتيبلتي. طب فين معادله سيجما اكس؟ معادله سيجما اكس انا استخدمتها خلاص ان انا اثبت ان اف 1 هو نفسه من الشمال هو نفسه 3، اثبت ان 1 هو 3، فدي استخدمتها، فبالتالي اصبح عندي مجهولين. طيب المجهولين هنا هيطلعوا في معادله سيجما واي، واتفقنا ان معادله المومنت هتكون مش موجوده عندي، فهنحل بيه السيجما واي والكومباتيبلتي. طيب سيجما واي هنا لو انا خدت الزاويه دي هنا سيتا، خدت الزاويه هنا دي سيتا، فهيكون عندي اف 1 2 بقى اف 1 في كوزاين الزاويه دي، كوزاين الزاويه دي هيبقى 8 من 10، يبقى في 8 من 10 زائد اف 2، الكلام ده كله بيساوي صفر، يبقى دي 1.6 من 10 اف 1 زائد اف 2 هنا بيساوي صفر، دي المعادله الاولانيه. المعادله الثانيه ان انا هاجي اقول لو جيت بقى بصيت للمساله اللي عندي وجيت عايز اعمل المعادله رقم 2، هتبقى معادله الكومباتيبلتي هي اللي ناقصه عندي ما استخدمتهاش، هطلع لي برضه اف 1 واف 2. طب نعملها ازاي؟ المفروض اني الرود بعد ما ال 400 بتضغط هنا النقطه دي بتتحرك، فالنقطه تتحرك ازاي؟ المفروض ان النقطه دي هتنزل كده والنقطه اللي فوق دي هتنضغط، يبقى لو نزلت هنا عمودي كده يبقى دي دلتا 2 ودي دلتا 1 يبقى دي سيتا. لو كبرت المثلث ده كده شويه هيطلع حاجه عامله كده، بنيجي من هنا عمودي كده اهو، فدي اسمها دلتا 2، الانضغاط اللي حصل في 2 ده دلتا 1 ودي الزاويه سيتا. المفروض ان دلتا 2 كوزاين سيتا تساوي دلتا 1، يبقى دلتا 2 كوزاين سيتا هتساوي دلتا 1. بنحسب المثلثات في المثلث دوت، فبالتالي عندي الكوزاين هنا في الحاله دي هتبقى اللي هي 0.8، يبقى 0.8 دلتا 2 هتساوي دلتا 1. دلتا 2 عندي هنا اللي هو القانون بقى اللي احنا عارفينه، الاف 2 في الطول بتاع 2 اللي هو هيساوي 2 سنتي على الاي، اتفقنا ان هي هتبقى نفس الاي اي، دلتا 1 هتبقى اف 1 في الطول اللي عنده اف 1 اللي هو هيكون 2.5 على نفس الاي اي. وناخد بالنا لو المساله كانت اي اي مختلفه كانت الدنيا هنا هتختلف شويه، يبقى دي هتبقى 1.6 من 10 اف 2 تساوي 2.5 اف 1، دي المعادله رقم 2. هحل 1 مع 2 اجيب اف 1 و اف 2، اف 1 ب 126.5 كيلو جرام واف 2 هيساوي 197.6 كيلو جرام. اقدر اجيب بقى اي دلتا انضغطت هنا في المساله لان انا خلاص عرفت الفورس في كل رود قد ايه،
واقدر اجيب الاستريس في كل رود، ان انا اخد الفورس اللي عندي على مساحة القطاع اللي عندي، لو هو كان مدهوني اجيب الاستريس في كل رود. ونشوف مع بعض مثال تاني. في المثال اللي قدامي دوت اللي هو نفس المثال اللي فات بالظبط، بس خليت 400 دي على الافقي. فالمفروض ان انا هنا عندي في المسألة دي المفروض انها كده هيكون فيها 3 فورسز. فانا هقول حل كده مختصر، والحل ده لما هتعمله هتكتشف حاجة في المسألة ديت هشرحها دلوقتي. فالمفروض ان ده مثلا هيكون في هنا الفورس اللي هنا دي هتكون F1، وهيكون هنا في F2، وهيكون هنا في F3. المسألة دي لو خدتها حلتها عندك 3 معادلات اتزان، سيجما اكس سيجما واي والكومباتيبلتي ايكويشنز. هتاخد المسألة دي وتحلها هيطلع لك ان F2 هنا اللي انت فرضه هنا ده بزيرو، فدي حاجة لوجيك جدا ومش محتاجة ان انا اقعد امشي في المسألة عشانها. لو عندي ممبر بدوس عليه كده، الممبر ده هيلف ولا هينشد ولا هينضغط، الممبر الرأسي هيلف ولا هيتشد ولا هيتضغط الممبر دوت. فبالتالي الممبر ده في الوضع ده كده يعتبر زيرو ممبر، مفيش فيه فورس خالص، فبالتالي الفورس هتبقى هنا وهنا بس. طبعا من سيجما واي لو انا فرضت ان ده اف واحد وده اف اتنين، فانا ممكن احل المسألة على كده ان ده اف واحد وده اف اتنين. لو جيت خدت سيجما واي هنا يبقى اف واحد هيساوي اف اتنين من الفورس في اتجاه واي، ولو جيت بقى خدت الاتزان في اتجاه اكس هيطلع ان عندي ال 400 زائد اف واحد، لو دي سيتا، لو دي زاوية سيتا هيبقى اف واحد زائد اف واحد هنا ساين سيتا، ساين سيتا هنا اللي هو هيكون واحد وواحد ونص على اتنين ونص اللي هو هيبقى بوينت ستة. الكلام ده كله ناقص اف اتنين في برضه ساين سيتا هيساوي صفر. احل الاتنين دول مع بعض هيطلع لي اف واحد و اف اتنين هيطلع 333 بوينت 3 من 10. ده هيطلع 333 بوينت 3 من 10، ده 333 بوينت 3 من 10 كيلو جرام. طيب ناخد بالنا من حاجه، هو ايه اللي حصل في المساله؟ المساله عشان خاطر ان احنا اثبتنا ان الممبر الرأسي ده بزيرو، فاصبح ان فيها تو فورسز عندي، فده اصبح تراس عادي محتاج معادلتين اتزان سيجما اكس وسيجما واي، فعشان كده ما استخدمتش الكومباتيبلتي في المساله دي. فالمساله دي مش هحتاج فيها الكومباتيبلتي لاني اوريدي الممبر الرأسي ده هيبقى بزيرو. ولو انت كنت اشتغلت اف 1 واف 2 واف 3 اللي هو بالظبط هتشتغل كده، سيجما اف في اكس ادي معادله، سيجما اف في واي ادي معادله، وهتعمل الكومباتيبلتي المعادله الثالثه هيطلع لك ان اف 2 على طول بزيرو، وهيطلع لك ان اف 1 واف 2 بالارقام اللي انا جبتهم هنا، او اف 1 بقى ساعتها هيبقى اف 1 واف 3 الارقام دي. فالمساله دي تعتبر ديتيرمن، فانا مش محتاج غير الاكوليبريم بس بسبب ان الممبر ده بقى بزيرو، فانا اصلا الكومباتيبلتي كنت بضيفها عشان كان بيبقى فيه انون زياده في المساله ان ديتيرمن، فالمساله دي تعتبر ديتيرمن. شوف مع بعض مثال كمان، شوف مع بعض المثال دوت. المثال ده حط ريجيد بار هنا، الريجيد بار ده جه قسمه الى 3 نقط، مسك هنا برود A و2 A و A وكلهم ليهم نفس الاي، يعني اي هنا كونستنت في المساله، فكلهم ليهم ستيل، كلهم المونيوم، كلهم ليهم نفس الاي يعني. وقال لي هات لي الفورس في التلاتة هنا بسبب ان مفيش تماثل، فيبقى اذا كل رود هنا هيكون في فورس هنا اللي هي اف 3 اف 2 اف 1. هنا مفيش علاقة بقى، انه هنا ما اقدرش نقول ان في حاجة متماثلة هنا بسبب ان مفيش تماثل، فاقدر اقول ان هنا اف 1 2 3. طيب المعادلات بقى اللي عندي، سيجما اكس ملهاش لازمة يبقى دي اتلغت، سيجما واي هيطلع لي في 3 مجاهيل اللي هما اف 1 اف 2 اف 3، سيجما المومنت هتطلع لي برضو في اف 1 اف 2 اف 3 كده. يبقى انا محتاج معادله زياده اللي هي هتبقى ايه الكومباتيبلتي ايكويشن اللي هي برضو في 3 مجاهيل دول زي ما عملنا قبل كده. طيب نشتغل ازاي بقى؟ تعال نقول الاول سيجما واي، سيجما واي هنا يبقى عندي اف 1 زائد اف 2 زائد اف 3 بتساوي 500. طيب تعال نعمل معادله المومنت، تعال نسمي النقطه دي او ونعمل عندها مومنت، يبقى سيجما المومنت عند او بيساوي زيرو، يبقى اف واحد في نص، يبقى نص اف واحد ناقص نص اف اتنين ناقص واحد ونص اف تلاته بيساوي زيرو، ودي معادله واحد ودي معادله اتنين. خد بالك بقى هنا دي كده دي في نص
دي في نص ودي في واحد ونص، ان دي نقطة المومنت اللي انا باخد عندها. يبقى ناقص لي ايه يا جماعة؟ ناقص هنا معادلة واحدة اللي هي هتكون معادلة الكومباتبيلتي. طيب الرود هنا انا 500 حاططها هنا، المفروض ان الرود ده ايه؟ هيلف كده، فالمفروض ان الرود ده هيكون شكله قبل الديفورميشن كان كده، بعد الديفورميشن هيبقى عامل كده، فبيكون بالتالي هيكون هنا الدلتات مختلفة. دي هتبقى دلتا واحد، او خلينا نسمي دي دلتا واحد، دي دلتا اتنين، دي دلتا تلاتة. طب ايه المعادلة بقى اللي انا اقدر اطلعها من هنا؟ ان دلتا اتنين هي متوسط ما بين دلتا تلاتة دلتا واحد، يعني دلتا اتنين هنا هتساوي دلتا واحد زائد دلتا تلاتة على الاتنين، يبقى دلتا واحد ناقص اتنين دلتا اتنين زائد دلتا تلاتة يساوي صفر. دي المعادلة التالتة، بس نجيب الفورسز الأول. احنا قلنا الدلتا بتساوي اف في ال على اي في اي، يبقى اف واحد في الطول اللي عندي الأطوال كلها زي بعض على الاي اي، كلهم ليهم نفس الاي الاي بس الاي مختلف، يبقى دي اتنين، دي اف اتنين في ال على اي بس المرة دي في اتنين اي، زائد اف تلاتة هنا مضروبة في ال على اي اي لأن الاي بتاعتها كده. طير دي مع دي بقى كلهم بقى ليهم نفس الاي اي، طير بقى الاي اي مع الاي اي مع الاي اي والال مع الال مع الال، هيطلع لك هنا ان اف واحد ناقص اف اتنين زائد اف تلاتة يساوي صفر. دي المعادلة التالتة. هنحل التلات معادلات دول مع بعض وليكن بأي طريقة. أنا أرجح لك أرشح لك إنك بالكالكوليتر تستخدم مود 5 2، هيطلع لك كالكوليتر هيطلع لك مربعات كده بالشكل ده. المربعات دي هتكتب بقى فيهم الثلاث معادلات اللي عندك بالمأهيل اللي عندك، يعني واحد هنا كل بقى النون هنا قصاده، هنا واحد 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 يبقى واحد واحد واحد، وبره 500، هنا نص ناقص نص ناقص واحد ونص يبقى نص ناقص نص ناقص واحد ونص، وبره هنا زيرو، هنا واحد نيجاتيف واحد واحد، وبره هنا زيرو. بعد ما تحلهم على الآلة هتطلع اف واحد ب 250، اف اتنين ب 250، واف تلاتة هنا هتطلع بزيرو. معنى كده ان الرود اللي في الاخر ده لما جه حصل ديفورميشن ما اتحركش، والنقطتين دول اتحركوا لان دلتا تلاتة هنا هتطلع بزيرو بسبب ان اف تلاتة بزيرو، فده اتحرك هنا دلتا اتنين وده اتحرك هنا دلتا واحد. معنى كده ال 500 دول هيتوزعوا هنا ب 250 وهنا ب 250 وهنا هيطلع ده بزيرو. في المثال ده قايل لي ان هو حاطط هنا ريجيد بور، يعني ده كده ريجيد بور وده ريجيد بور، وحاط هنا 100 طن، وعايز بقى يطلع الفورسز في اللينك ممبرز والرياكشنز كلها نتيجة ال 100 طن هنا. طيب تعال نشوف هو انا ايه الفورسز اللي عندي هنا. انا المفروض ان انا عندي الانون فورس هنا، لو جيت رسمتهم تحت كاني همثلهم على بيم، فالمفروض ان انا عندي هنا اف واحد وهنا دي 100 طن، وعندي هنا اف اتنين وعندي هنا اف تلاتة، وكمان هنا عشان ده جايدد بيجي عنده هنا مومنت. فكده عندي اربع مجاهيل اللي هو اف واحد واف اتنين واف تلاتة والمومنت ام. معادلات الاتزان اللي عندي هيكونوا كالاتي، انا عندي سيجما اف واي، ادي معادلة سيجما اكس ملهاش لازمة لان مفيش اي فورس في اكس، فمديها التوازن مش هنعدها معادلة، وعندي معادلة المومنت معادلة، ادي معادلة اتنين. وما ننساش ان انا كمان عندي سيجما المومنت عند الانترميديت هنج، دي تبقى المعادلة التالتة. والمعادلة الرابعة هتكون عندي محتاج بقى اللي هي المعادلة رقم اربعة اللي هي هتكون الكومباتيبلتي ايكويشن، دي المعادلة رقم اربعة. طيب هو لما نيجي بقى نقول معادلات الاتزان بنعملها ازاي؟ تعال نقول سيجما واي، سيجما واي بيساوي صفر، المفروض هنا مفيش حاجة في واي هنا، فالمفروض عندي اف واحد زائد اف اتنين زائد اف تلاتة هيطلع بيساوي كام؟ بيساوي ال 100 طن. طيب في معادلة كان ممكن كده، انا عملت المعادلة دي، المعادلة بقى بتاعت سيجما اي رايت، لو عملتها سيجما المومنت عندي اي رايت يساوي صفر، المفروض ان انا عندي اف واحد، الفورس اللي هنا دي اف واحد في المسافة اللي عندي اربعة، المفروض انها هتساوي ال 100 في المسافة اتنين، هي سيجما المومنت عند الانترميت هنج، فبالتالي يطلع اف واحد ب 50. دي كده جبنا اف واحد خلاص، هناخد اف واحد نعوض بيه في المعادلة دي، يبقى اف اتنين زائد اف تلاتة هتساوي عندي 50. دي كده وليكن دي هي المعادلة واحد، فبالتالي هي دي اصبحت برضو المعادلة
واحد. دي المعادلة 2 استخدمناها خلاص، فبالتالي لحد دلوقتي انا ما استخدمتش غير معادلتين التزام بس. طيب نيجي بقى نقول احنا عندنا المومنت ده ام. طيب هجيب بقى اف 2 و3 الاول ولا اجيب ام الاول؟ تعال نقول ان انا نستخدم الكومباتيبلتي، لو الكومباتيبلتي طلع فيها 2 و3 نجيب 2 و3. يبقى الكومباتيبلتي ايكويشن تبقى عامله ازاي بقى؟ هو ايه اللي هيحصل هنا؟ بما ان ده ريجيد ودي جايدد فده هينزل زي ما هو كده، لان دي منع الدوران، فبما انها منع الدوران هتجبر ده انه ينزل حته واحده كده، فبالتالي ده هينزل بالشكل ده كده هي ال 100، فده ينضغط هنا اكتر وده اقل. دي تبقى دلتا 1، دي هنا هتبقى ده دلتا 2، ده دلتا 3. فبما ان الرود ده هينزل زي ما هو كده بسبب الجايد اللي هناك، يبقى هنا دلتا 2 هتساوي دلتا 3. وبما ان دلتا 2 هي دلتا 3، ف اف 1 ال على اي اي هتساوي اف 2 ال على اي اي هتساوي اف 3 ال على اي اي، فبالتالي هنا اف 2 هتساوي اف 3. دي كده المعادله الثالثه. 1 و3 مع بعض هيطلع لك ان اف 2 بقى 25 طن واف 3 ب 25 طن. ده كل ده بسبب ان ده ريجيد بور. ناقص مين هنا؟ ناقص المومنت. هناخد سيجما المومنت عند النقطة دي، فهنقول سيجما المومنت عند النقطة دي يكون دي نقطة بي بيساوي صفر. من هنا نعرف نجيب الام بقى عندي خلاص، ده 50، ده 25، ده 25. من هنا نجيب الام، لما ناخد سيجما المومنت هنا هيطلع لنا الام هنا ب 200 طن متر. لحد هنا كده اكون قدرت اجيب كل الفورسز في الممبرز اللي عندي، واستفدت بالكومباتيبلتي ايكويشن والايكوليبريم. لحد كده يكون انتهى الفيديو دوت الخاص بالكومباتيبلتي والايكوليبريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.